السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أعزائي الكرام، والذي من خلاله راح أشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك جديد يعني تفاصيل قضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. اليوم كانت هنالك حصة في التلفزيون العمومي الجزائري والناقل الرسمي لمباراة الجزائر والكاميرون، والذي من خلاله أعزائي الكرام يعني شاهدنا مباراة الجزائر والكاميرون، وكانت القناة الوحيدة التي عملت بث مباشر ووزعت يعني البث لباقي القنوات الأخرى. يعني اليوم تطرقوا إلى العديد من التفاصيل وفضحوا المستور لكي يجيبوا عن معظم التساؤلات لدى الشارع الجزائري. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا كبداية بغي نوضح نقطة، يعني حاليا كل واحد وش راه يتكلم. الكاف يقولوا باللي انه يعني احتماليه اعاده المباراه يعني شبه منعدمه ولكن وارده اذا الاتحاد الجزائري لكره القدم كانت عنده الادله الكافيه. بالنسبه للفيفا قبل الطعن الخاص بالاتحاد الجزائري لكره القدم وسيتم دراسته يوم 21 من شهر ابريل. وبالنسبه لارسن فينجر صرح سابقا انه الاتحاد الجزائري لكره القدم اذا عنده الادله الكافيه قادرين يعيدوا المباراه. يعني تصريحات رسميه من الفيفا قالوا باللي انه ممكن اعاده المباراه. واليوم اعزائي الكرام كنا ننتظر الحصه يعني الخاصه بالتلفزيون العمومي الجزائري من اجل معرفه العديد من التفاصيل التي حدثت خلف الكواليس بين الجزائر والكاميرون، حيث باختصار شديد اعزائي الكرام ما جاء في ملخص برنامج نبض الكره قائلين انه الفار لم يكن متوقفا. هذه النقطه الاولى، قالوا باللي انه الفار لم يتوقف في طيله المباراه. سمعنا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا أكد باللي أنه تقنيات الفيديو يعني كانت متوقفة في هذيك الثلاث دقائق. هنا يعني رانا في مفترق الطرق، احنا كمشاهدين كمناصرين لازمنا إجابة رسمية وإجابة مضبوطة، مش كل واحد يخرج يصرح بتصريحات. إذا باكاري غاساما كتب باللي أنه تقنيات الفيديو كانت ما كانت شغالة في الهدف الأول الذي سجله المنتخب الكاميروني، يعني هذه حجة قادرة نحتج بها ضد يعني الفيفا ولا نحتج بها عند الفيفا. ولكن التلفزيون العمومي الجزائري اليوم يقول لك باللي أنه تقنية الفيديو كانت مارش منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وكان هنالك تسجيل صوتي خاص بتقنية الفار مع باكاري غاساما حكم الساحة منذ قبل أربع يعني 15 دقيقة ربع ساعة الأولى يعني قبل المباراة حتى نهاية المباراة حتى دخلوا يعني اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس. يعني كاين تسجيل صوتي لازم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم مثل ما أكد لنا الكاف مؤخرا، شاركت معكم غير في الفيديو السابق نصيحة من الكاف، قالوا باللي هذاك المقطع الصوتي لازم توصلوه للفيفا، باه نعرفوا كل شيء، باه كيحللوا المباراة يعني يعرفوا كل شيء. وصرحوا قائلين لن يحدث أي شيء في 21 من شهر أبريل، وسيتحدثون عن عقوبات ضد المشجعين فقط، مثلا يعني المشجعين السنغاليين الذين استعملوا الليزر خلال مباراة مصر. يعني يقولوا باللي انه لن يحدث شيء في 21 من ابريل غير ما تنتظروش، بل ستكون هنالك عقوبات ضد المشجعين فقط، يعني راح ياخذوا بعين الاعتبار فقط الملفات الخاصه للاحتجاج ضد المشجعين اللي شفنا السنغاليين دخلوا بالليزر اعزائي الكرام للمباراه وعماوا لاعبي منتخب يعني مصر، واللي هم ايضا تم اقصائهم على يد المنتخب السنغالي وكذلك على يد الجماهير. يعني قالوا باللي انه غير ما تستناوش ال 21 من شهر ابريل. طبعا انا نستناه لانه يعني اذا ما ردتش علينا الفيفا وما لم تعطينا اي قرار يوم ال 21 من ابريل قادر نوصلوا الطلب نتاعنا حتى المحكمه الرياضيه. شوف كاين بزاف يعني ناس كل واحد واش راه يتكلم. شوف الاتحاد المصري لكره القدم نستعرف به، داروا لهم غير الليزر يعني وصلوها للفيفا، وصلوها بداوا من الكاف، الكاف هي اللي صعدت الملف للفيفا، هذه حسب تصريحات رئيس الاتحاد المصري، ومن الفيفا يعني قال لك اذا ما ردوش علينا في اليوم 21 من ابريل وصلوها للمحكمه الرياضيه. علاش حتى احنا ما نوصلوهاش للمحكمه الرياضيه؟ لازم نوصلوها للمحكمه الرياضيه، وعندنا عضو جزائري داخل المحكمه الرياضيه وان شاء الله يوقف معنا بطبيعه الحال. بالنسبه لهدف الكاميرون الاول قائلين غير شرعي بسبب خطأ واضح، هذه النقطه رانا عارفينها ولازم الفيفا تركز على هذه النقطه لانه هذا هو سبب احتجاج الاتحاد الجزائري لكره القدم.
وقائلين: التدخل على سليماني كما تشاهدون في هذه الصورة الظاهرة أمامكم ضربة جزاء صحيحة ولمسة اليد يعني أمام خط المرمى لصالح المنتخب الكاميروني كما تشاهدون، للمسة اللاعب الكاميرون ليست ضربة جزاء. وطبعا أكدوا قائلين بأنه هدف إسلام سليماني لمسة يد 100%. هنا عرفنا أعزائي الكرام لأنه هدف إسلام سليماني لمسة يد واضحة. ولكن اليوم عاد عرفنا، حنا كي عدنا للمباراة ديجا دخلوا ب 11 كاميرا، حنا كي شاهدنا المباراة عاودنا البث المباشر ما شفناش، شفنا فقط من زاوية واحدة. ولكن اليوم عاد ونخرجوا لنا يعني المباراة من زاوية أخرى، بعد عرفنا باللي أنه لمسة يد. دوك عاد عرفنا علاش مش من الأول ما توهموش الجمهور الجزائري وتعطيونا كل المصادر الرسمية، تخلونا حتى نتكلموا وتخلونا حتى نقولوا باللي أنه هدف إسلام سليماني مش لمسة يد، وين الجميع قال باللي مش لمسة يد، حتى حكام كبار قالوا مش لمسة يد، حتى جبتوها من زاوية أخرى عاد تعرفنا باللي أنها لمسة يد. وطبعا أكدوا قائلين حسب تصريحات زجريني: قسم حكم إفريقي جيد جدا بخبرة كبيرة، ولكنه جاء للجزائر ليؤذينا، هذه حاجة باينة، وإذا تم اختياره لكأس العالم فهذا لأن كل شيء تم إعداده لإقصاء الجزائر من كأس العالم هذه يعني التي ستقام في قطر. كل شيء كان واضح أعزائي الكرام، كل شيء كان واضح. التلفزيون العمومي الجزائري في هذه الحصة أراد تبرئة نفسه، ما ريش عارف. ولكن أعزائي الكرام الحاجة اللي عرفناها في هذه يعني الحصة هو أنه هدف إسلام سليماني اللي سجله برأسية مش صحيح، هذا واش نتعرفنا أعزائي الكرام. وقالوا باللي أنه تقنية الفيديو ما كانتش يعني مش شغالة، بل كانت مارش منذ بداية المباراة حتى نهايتها. فهنا لازم أعزائي الكرام الملف نتاعنا يوصل حتى للفيفا ونقولوا باللي أنه بكاري قاسما هاوش دار هاوش دار دار في التقرير يعني نتاعو باللي أنه تقنية الفيديو مش شغالة. ولو كان ترجعوا للفيديوهات السابقة أعزائي الكرام قلنا لكم باللي أنه بكاري قاسما بالرغم من أنه ذكي في التحايل وتشويه المباريات إلا أنه دائما يخلف وراءه يعني دليل، والدليل هو انه تقنيه الفيديو مش شغاله. راه عمل 4 أو 5 مباريات اعزائي الكرام فيها تحكيم فاضح، فضائح كثيره تحكيميه، وفي نهايه المطاف وش يخسر على يعني المنتخب اللي راح يخسر. في التقرير الفني تاعو ولا التقرير الخاص بالمباراه يقول لك باللي انه تقنيه الفيديو ما كانت شغاله في هذه اللحظه الخاصه بالهدف، وهذا بالضبط اعزائي الكرام ما سمعناه سابقا حسب رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم شرف الدين عمار، قال لك باللي انه تقنية الفيديو ما كانتش مارش، وحسب تقرير بكاري قسامة. فلازم نوقفوا. شوف انا بقى نقول لك حاليا ان المباراة راح تعاد رسميا، انا ما نقدرش نقول لك باللي ان المباراة راح تعاد رسميا، ولكن بما انه عندنا ذلك الامل وعندك يعني هذيك لا شونس باه تعاد المباراة ولو انها 0.01 نورمال نوصلوا بالملف نتاعنا. واذا ما عطاوناش يعني اجابه رسميه في 21 من شهر افريل او اذا تم رفض الطلب نتاعنا نوصلوه للمحكمه الرياضيه. شوف لو كان حتى ما يعاودوش المباراه، لو كان حتى ما يعاودوش المباراه، على الاقل على الاقل بكاري قسمه ما نشوفوش هنا في المونديال. واذا راح يكون في المونديال حاجه باينه، راح يخش مع المنتخب السنغالي، وممكن المنتخب السنغالي يوصل للربع النهائي بشكل عادي. ف يعني المنتخب الكاميروني نجح بفعلته، بكاري قاسما نجح في المهمه نتاعو. ولكن الغريب في الامر اعزائي الكرام هو انه دائما بكاري قاسما، شاركناها معكم سابقا، شوفوا الفيديوهات نتاعنا سابقا تفهموا كل شيء، دائما بكاري قاسما في كل مباراه فاضحه دائما يقول لك بلي انه تقنيه الفيديو ما كانت شغاله في بضع اللقطات وفي بضع يعني النقاط. بالنسبه لجمال الشريف هذا المحلل لقنوات بيان سبورت سابقا صرح قائلا: إعادة مباراة الجزائر والكاميرون مستحيلة إلا إذا كانت فضيحة تحكيمية. نعم أعزائي الكرام كانت عندنا فضيحة تحكيمية حرمنا من العديد من الأهداف. وقائلا: قرارات الحكم قسمة كانت كلها تقريبا صحيحة، لا توجد أي ضربة جزاء في لقطتي يوسف بليلي، وحتى وإن يعني توقفت تقنية الفار القانون واضح وهو العودة للتحكيم التقليدي. تسديدة بن عيادة واصطدام الكرة بمدافع الكاميرون لا توجد ضربة جزاء لأن الكرة كانت قريبة. غرفة الفار هي من رفضت هدف إسلام سليماني وقاسم احتسبه ومن بعدها يعني قرر عدم احتسابه. حزين لإقصاء الجزائر والمدرب جمال بالماضي واللاعبون يتحملون الإقصاء بعد التعادل. الجميع أصبح يفكر في المونديال وملاعب قطر مباشرة. على كل حال كما قلنا كل واحد وش يصرح، حكام قالوا باللي انه يعني
ما راحش تعاود المباراة، ولكن أرسن فينجر واللي يخدم في الفيفا قال لك باللي أنه هنالك احتمالية إعادة المباراة. في الكاف كذلك عندنا ناطقين رسميين قالوا باللي أنه قادرة تعاد المباراة ولكن لازم أدلة قوية. فحاليا خلاصة القول واش نقدر نقول لكم أعزائي الكرام، حاليا حسب كل الأدلة التي عندنا هنا حاليا في الطاولة، هو أنه لازم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم يزيد يقدم أدلة مقنعة باه تعاد المباراة، باه هذاك الملف اللي راه عند الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي وصلوا للفيفا يعاودوا به المباراة. أنا ما نظنش أنه يعاودوا به المباراة، أنا ماذا بيا نكون غلط في هذه النقطة، ولكن المنطق يقول هاك. لازم هذاك المقطع الصوتي اللي يكون بين قسمة وكذلك غرفة تقنية الفيديو، ولازم أدلة قوية. على سبيل المثال الحكم تلقى رشوة، ولكن الفضيحة أعزائي الكرام نسيت نشاركها معكم، الفضيحة كما تشاهدون في هذه الصورة الظاهرة أمامكم، يعني كان يعني التقنيي يعني الطاقم التقني عفوا لمنتخب الكاميرون بدأ يصرخ على بكاري قسامة ويقول له لمسة يد، احتسب لمسة يد كما تشاهدون هنا أمامكم. وطبعا تم التقاط هذا الفيديو من المدرجات. طبعا كان هنالك ضغط من الاتحاد الكاميروني والمنتخب الكاميروني لبكاري قسامة باه يحتسبها لمسة يد والعلم لله. على كل حال احنا ما راح نتقلقوا ما والو، لانه كل واحد واش راه يقول، الكاف تقول كلمه، الفيفا تقول كلمه، حكام يقولوا كلمه، التلفزيون العمومي الجزائري يقول كلمه، الشعب الجزائري حاليا راه مخلط، حتى انا راني مخلط، راني قابض شويه خيطان، ولكن لازمنا ننتظروا ال 21 من شهر افريل. واذا ما قبلوش الطلب نتاعنا مازال عندنا فرصه اخرى نوصلوها للطاس، المحكمه الرياضيه، وين عندنا عضو جزائري يوسف حموده يعمل في الفيفا في المحكمة الرياضية، لازم يوقف معنا في تلك اللحظة. إذا كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.